تناقش المختصون في حكومتي البلدين حول كل الشواغل، وتوصلنا إلى تفاهمات لزيادة حجم التجارة بين بلدينا للمستوى الذي يتلائم مع الإمكانات الإنتاجية فيهما وحجم السوق الكبير في كل من مصر والجزائر. كذلك وأخذا في الاعتبار ما تتطلبه زيادة التجارة من توفير بنية أساسية ووسائل نقل حديثة، وكما اتفقنا بالأمس القريب مع الأشقاء في تونس على العمل لتسيير خط ملاحي منتظم لنقل البضائع بين البلدين، فإننا اليوم نتطلع إلى تسيير خط ملاحي منتظم بين موانئ مصر والجزائر بهدف زيادة وسرعة انسياب التجارة بين بلدينا.